آخر سؤال، أنت صبتي بكورونا، وقتها لما صبتي بكورونا راحت عليك كم من عمل يعني بشكل عام صراحة؟ صح. فكم عمل راح عليك؟ 2. اللي انت حافظاهم للدرجات دي؟ مسرحية. إجابة صحيحة على فكرة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. رقم مسرحية ومسلسل. ناقص لك واحد. واحد بعد زيادة. يعني 3. شفتيني وأنا بقول تغششنا مش طبيعي. كيف كان شعورك لما راحت عليك هاي الأعمال؟ والله يعني قلت الحمد لله، قدر الله وما شاء افعل، وطالما دي اراده ربنا يبقى ده الخير لي. بس كورونا انت يعني خلاص تقليد ما تقليد. المسرحيه في الكورونا انت كنت عامله بروفاتها؟ كانت مسرحيه ايه ومع مين؟ كانت مسرحيه مع عمرو يوسف وحسن الرداد. الله. دي هنا كنا هنعرضها في موسم الرياض، في موسم الرياض في السعوديه. وكنت عملت البروفات وكله، بعدين جالي كورونا، وانا من الناس اللي جالي كورونا متاخر قوي. يعني ما قعدت كتير وما جاتليش خالص ولا مره. معوضه خير ان شاء الله. جاتلي وكنا داخلين رمضان كمان، كنت هشارك في مسلسل يعني بلاش اقوله. لا قولي. كان هاني سلامة. انا ما عنديش شخصيه خالص، اول ما بتقولي على طول على طول شخصيتي قويه. انا غشيتك اليوم، غشيتك اليوم عشان الناس تعرف ان انت كنت مترشحه لحاجات كتير. يعني هو بس الظروف بتحصل، ممكن يحصل لنا حاجه، بس كنت مترشحه لاكتر من عمل. وكان يعني كانوا كمان تصوير المسلسل كانوا بادئين قبلي بفتره، فما كانش ينفع ياجلوا، كانوا خلاص عاملين حسابهم اني هصور في وقت معين، وانا ما قدرتش اكون موجوده بسبب. حرام عليك عيال تقولي انت بنت اعتزلي ما شاء الله عليك. تعوضيها. مفعمه مفعمه بالحيويه.